سي خو سول البوليس ما عرفش. مشاهدي متشبيقا نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة عين السبع الحي المحمدي. كيف كتشاهدوا معنا في هذا الأثناء استنفار أمني لأحد الأزقة بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، والسبب هو أن شاب حتى هو كيقولوا، حنا مغديش نأكدوا أو ننفيو بأنه مختل عقلي بالفعل، صفها الأمنية اعتدى عليها، دخلوا رجال الوقاية المدنية نقلوها إلى المستشفى، وعلى الفور لحظة الوصول إلى المستشفى تبين بأنها متوفية. ثم كنشوفوا الاستنفار الأمني اللي كاين هنا في منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حضور عناصر الأمن الوطني، الشرطة التقنية والعلمية، والفرقة الولائية أو عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية شخصيا داخلين على الخط ديال هاد الجريمة النكراء اللي تتكرر قبل يومين من أو 3 أيام من عيد الأضحى المبارك. هذا خطأ كيدق جرس الإنذار على كل العائلات، كل الأسر المغربية اللي عندهم شي شخص مختل عقلي أو مريض نفسي، أنهم يحاولوا أنهم يعالجوه أو يقدموه لأقرب مصلحة ديال الشرطة باش يتم الإيداع ديالو داخل مستشفيات ديال الأمراض العقلية والنفسية. كما كنشوفو الاستنفار الأمني في هذا الأثناء باقي ما تمش الإيقاف ديال هذا الشخص المختل العقلي اللي صفها الأم ديالو، واللي في التفاصيل أنه ضربها. عيطوا الناس للوقاية، جا الوقاية المدنية هزو على أساس أنها معنفة لا شيء أكثر، وصلت للسبيطار توفات على الفور. أنتم كتشوفوا استنفار أمني كبير أمام باب منزل هاد الأسرة، وفي هاد الساعة المتأخرة من الليل من أجل الإيقاف ديال هاد الشخص المختل العقلي اللي كيشكل خطر على نفسه وعلى أي شخص كيتجول بالشارع. نعم، مازال الاستنفار الأمني في هذا الأثناء بحثا عن هذا الشاب اللي الكل كيقول بأنه كيعاني من أمراض من مرض نفسي، وأنه سبق له أنه اعتدى على أحد الأشخاص داخل أحد المساجد المجاورة بالمكان اللي كيقطن به، وقع تنازل وتم الإفراج عنه لأنه كيعاني من مرض نفسي. لكن اليوم الجريمة نكراء، الجريمة لم تكن في أحد الغرباء بل في الأصول
يتعلق الأمر بالأم الله يرحمها. تم التعنيف ديالها داخل المنزل. وتوفات جراء هذا الاعتداء. حد الساعة عناصر ديال الأمن ديال المنطقة الأمنية عين سبع الحي المحمدي باقين في استنفار أمني وكيقلبوا على هاد المختل العقلي المجرم اللي صفاه المو بدم بارد. إذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.